رجعنا فقرتنا النهارده فقره المواهب. معانا النهارده موهبه استطاعت انها تتحدى جميع صعاب وتعتبر من شخصيه ذوي الهمم. معانا النهارده شخصيه مبدعه عندها موهبه الشعر، الانسه عبير علي. اهلا بيكي يا انسه عبير. عبير علام. نورتينا، انت منورانا بجد. انت شخصيه ناجحه وشخصيه جميله جدا وشجاعه حقيقي فعلا. اشكرك. كلمينا كده عنك يا عبير. عبير علام، يعني بكتب شعر. هو الموضوع بدأ من وانا في رابعه ابتدائي. بدأ الاول كنت بكتب قصص قصيره وخواطر وكده، وبعدين والدتي كانت بتقرا اللي انا بكتبه يعني وكده، فكانت بتعجب بتعبيري بالكلمات وكده، ف قالت لي اكتبي شعر. هي كانت محبة جدا للشعر العامي، يعني كانت بتحب جدا صلاح جاهين والأبنودي، فدفعتني ان انا اكتب شعر بالعامية وكده. سمعينا بقى حاجة كده من كلامك الجميل. كأنك دنيا وكأني فيكي مخلوق، بعكر صفوك وتملي سيجار محروق، رماده سحابة في ظلك، يغم عيونك ما يدلك على بكرة اللي قدامك، على فكرة تسبق أحلامك، على صورة في خيالك كان فيها الحب بيملى الكون، كأنك حابة وجودي وتتباهي بصدق وعودي وحبل قيودي اللي مش بيزل ولا بيمل من خنقك. حقيقي كنت أنا قبلك في دنيا ما كان ليها عنوان، لكن شطوطها بر أمان وغرقها نجاة من سهمك المكار. أنا كنت نهار وطير وخصون، كأنك بريئة وأنا وحدي مليين الزيف، وزرعت فيك الشوك وجنيت من عمرك الأزهار، بنيت مشواري من تعبك وهدمت فيك ألف جدار. أنا المجهول والمسؤول، أنا الليل والأسرار، ليه باين عليك الخوف وملامحك ليه بكاية، ووقت الجد ليه بتخون، كأنك نيل بيسقيني سم شريانه، وبتحمل وبتأمل ورغم نهاية حتمية وأفعالك وأقوالك خطيت أسوارك، إذا خطيت أسوارك تبدل اسمي ومكاني، كأني من زمن تاني، كأني الجاني ومتداري ومش داري وجاري البحث فين ما بكون، كأنك حرية من الجنة لكن مش صبية، تشبهي ذنب اتغفر من غير حراس ولا غفر ولا ملايكة تبتسم لنور عينيك اللي ترسم وقت السفر، سكة وداع حضن روحي مش محبة ولا اشتياق لكن غرور، لحظة جنون، ضمي جناحك عن صباحي وافتحي لي الطريق، ضمي ألامك عن جراحي، ضمي دموعك عن جفوني، واللي باقي من هزيمتي ما تعمليش حبيبتي، وضحكتي تبان عليكي تسرقي فيا الأماني، واللي باقي من إرادتي وخطوتي وخطي ونجمتي ويا السكون. الله عليك وعلى جمال كلماتك. احب ان انا احيي حضرتك جدا جدا واشجعك، وانا عارف ان حضرتك كده مريت بصعوبات كتير جدا جدا ورحله حياه طويله، يعني هي تعتبر دفع للنجاح. اه اكيد مش صعوبات، انت يعني كان سلم ليكي بجد والله انك انت تحققي نفسك اكتر وداعم نفسي اكتر ليكي. مش هنسميها صعوبه ولا هنسميها مشكله، هنسميها حافز ودافع. كلمينا عن نفسك. طب ابدا من طفولتي ولا ايه اللي انت حابه تتكلمي؟ تمام. هو انا الدافع اللي خلاكي تتحركي. الدافع الاساسي والاول كان والدتي بصراحه. يعني انا لما اتولدت هي اكتشفت ان انا يعني كان عندي ضمور في المخ كان سبب في شلل نصفي وكده، فهي يعني مرت معايا برحله علاج طويله جدا، فتعبت هي كمان، تعبت فيها جدا يعني.
لما جبت سن المدرسة خلص. هي كانت قلقانة جدا انها توديني مدرسة. تمام. فحسيتي بالموهبة امتى؟ قبل تحية كبيرة جدا جدا لحضرتك ولوالدتك من أسرة البرنامج ومن المخرج الأستاذ وليد ومن كل فريق الإعداد وكل الكاست بيحيي حضرتك وبيحيي كمان والدة حضرتك وكمان الأستاذ أحمد سلامة لأن أنا عرفت إن هو داعم لحضرتك جدا. بالظبط كملي اتفضلي. فلما جبت سن المدرسة هي كانت قلقانة جدا إن أنا يعني أخش مدرسة وكده عشان ظروفي كانت طبعا تسأل الناس يعني تبقى وديها ولا لا ولا ايه. فخدت قرار ان هي خلاص توديني مدرسة. دخلت المدرسة وفي سنة رابعة بقى هي اكتشفت موهبتي وكده ابتدت بقى تدعمني بقى بالقراية تجيب لي كتب وكده يعني اقراها وتشجعني جدا تدفعني نحوها يعني وتكسر اي حاجز خوف جوايا او ضعف او كده. وخلصت المدرسه مرحله الاعداديه وكده فقعدت في البيت بقى ما كملتش بسبب ظروف كانت اقوى بقى من ظروف بالظبط. بس برضو ما كسرتش جوايا حاجه يعني اللي لا وخلاص مفيش امل بقى وجبت سبت المدرسه لا وكملتي كمان يعني كمان كملتي كمان لحد ما خلصتي الثانويه وكمان هتخشي السنه الجايه ان شاء الله ودار العلوم قولي للمشاهدين كده هتخشي السنه الجايه كليه ان شاء الله دار العلوم باذن الله ما شاء الله بالتوفيق يا رب بالتوفيق. كاتبه لنا حاجه كمان طبعا سمعينا اوكي. انا مش هبيع وردي واشتري صبار والحلم لو ضدي راح أيد عليه النار مش بعد ما أتمنى سنين أطول النحل أرجع أبات في الوحل بدون سابق إنذار مش بعد ما أتمنى مركبة خطي وتسبق بحري وشط من خطي يهدها إعصار أنا بين ضلوعي زحام وطريقي متبرجل والعمر متأجل بدون أعذار لكن واعي بإني أكون جناح ساري يضم الكون بفيضانه ويعبر الأسوار في كل زمان شعاع النور يسري الليل في أحضانه. كملي بس برضه يا استاذ عبير انزل استاذ وليد بالاستاذ عبير برضه مع التتر في النهايه كملي اتفضلي. في كل زمان شعاع النور يسري الليل في أحضانه ويتحداه في آوانه ويتمناه ينهار يبان الضي في زي الغد لا حيران ولا يتهد ولا خوف يشد الأرض يفرد ألف ألف نهار تفتح السماء عيونها تلاقي الفجر يسكنها والمطر وقت الخطر يروي في الخلا مشوار